السلام عليكم يا اصدقاء، فيديو جديد من قناة سيم اف. اليوم التراري غادي لعبوا ليك فوتبول دو موند، يعني لعبوا واعرش على الكره. تراري انا نبدا دابا لعب تراري بلجيكا ضد الجريز. تراري ملي تلعبها تحس بحال راه لاعب بياس. كبير 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 صح. راح الدراجة عريضة، هزار الدراجة سكينة. رسالة الميطة الأولى، دابا لعبو الميطة التانية. واو الدراري حنا بكيت سكناه. درت تاني مرة عشان نربوه في العريضة. للأسف الدراري خداو لينا والنتيجة مازال 0-0. دقيقة 88 ودابا 89، الدراري دابا 90. ربا كويش في دقيقة 90 الدراري، شو مشكل دابا نكملو الأشواط الإضافية. الركنيات
ترسل الشوط الإضافي الأول ترندير. ترى مش مشكل نحاول نباكيو دابا شي بيت، حيت على الأقل نباكيو بيت واحد. اللهم يربحنا، تقولوا ادري اللهم بواحد اللي بلاش. المدافع ديما خارج ليا راس، دراري دابا خاكا غنلعبو بيلانشير. هدف سير دراري زكلها. كول دراري جول. شيء الدراري حرسنا دابا جوج حاليا. الدراري في الزعنة هادي، الدراري بغيت نكمل ما يتشباك عليا شبيش، غنحاول ما يتشباك عليا شبيش. احد الدراري تشباك عليا، مشكل الدراري الى الى باكيتها صافي ربحت، ربحت الدراري صافي. الدراري الى بغيتش نعوضو في ماتش اخر يلا زاد الدراري و نعوضو بنفس بلجيكا. بعد من حدايا ديما خارج لي راس، دري المدافع ديما دو دري حركة رائعة، دري حركة أخرى رائعة. دراري الله تريلي لي بيش سكنا تريلي نوعدكم هاد الماتش اننا نربحو. دراري هو يصفر دابا، اش قالت لي دراري المعطى الاولى دازتو، ولكن هاد المرة التانية غنخدم عليهم مزيان. قول الدراري قول
تراري تلاشات البيوت والبيت واعر. حاليا الدراري انا باكي 3 و3 بهاتريك. ترى هسه الماتش دري ربحنا ب3-0، نتيجة واعرة. دري هادشي كان كله في حلقة اليوم، ما تنساوش الاعجاب والاشتراك لكي يصلكم كل جديد. والدراري اللي بغيتو تعرفوا شنو سميت اللعبة، اللي دري سميتها لوك دو فوتبول دي مون. الدراري السلام عليكم ورحمة الله.